ميادين نواصل هذه التغطية عبر شاشة الميادين ومباشرة إلى جنوب لبنان وإلى السياج الفاصل بين الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة، حيث يقوم مجموعة من المتظاهرين ومن الشبان في جنوب لبنان بتسلق السياج الفاصل، الحائط الإسمنتي الذي بنته إسرائيل لتتحصن خلفه من وتفصل بين القرى اللبنانية وبين فلسطين المحتلة من الجهة الشمالية. هذه صورة جنوب لبنان مباشرة مشاهدينا. أيضا نتابع في الصورة المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في عسقلان والتي تقصف في هذه الأثناء بشكل متواصل شمال قطاع غزة، وكذلك هذه صورة غزة أيضا معنا مباشرة على الهواء، حيث تقوم القوات الإسرائيلية المدفعية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي بتدمير عدد من المباني السكنية. قبل قليل كان هناك غارات على مبنى المشتهى أو مبنى القاهرة في قطاع غزة. أيضا الصورة من رام الله حيث تجري أيضا اشتباكات في الضفة الغربية. في تطورات أيضا في حي الشيخ جراح مشاهدينا، حيث يعتصم عدد من المتظاهرين في الحي منعا للقرار الإسرائيلي بإخلاء منازل المواطنين الفلسطينيين. هذه رام الله مشاهدينا في الضفة الغربية والمواجهات الآن بين الشبان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في رام الله. شهدت مناطق ومدن أخرى أيضا في الضفة الغربية أيضا اشتباكات واحتكاك بين الشبان الفلسطينيين والحواجز العسكرية. نسرين سلمي مراسلة الميادين في الضفة الغربية معي الآن مباشرة. نسرين، تضعينا في صورة ما يجري حيث أنت. مرحبا كمال، نحن هنا لا نزال بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالقرب من الحاجز العسكري، حيث تجددت المواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال هنا بالقرب من هذا الحاجز العسكري. الآن كما شاهدتم على في الصورة طائرة مسيرة قامت بإلقاء مجموعة من قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين. هذه الطائرة تستخدم دائما هنا في المواجهات التي تدور بالقرب من هذا الحاجز العسكري. قبل قليل أيضا كان هناك إطلاق للرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، هناك إصابة وصفت بالخطيرة جدا، تم نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج، إصابة لشاب برأسه تم إنعاشه على المكان حسب طواقم الصحة والهلال الأحمر، فإن قلبه توقف في المكان لكن أنعشته طواقم الإسعاف ونقل إلى المشفى. إصابة أخرى كانت أيضا حرجة، إصابة في الخاصرة بالرصاص الحي، أيضا تم نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج. هناك حوالي 17 إصابة بالرصاص هنا في عند حاجز بيت إيل، معظم 17 هم بالرصاص المطاطي. هناك حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، لكن كان هناك استخدام للرصاص الحي، ودليل على ذلك الإصابات الخطيرة التي سقطت هنا. شاهدنا في تصاعد للاعتداء الإسرائيلي على المتظاهرين اليوم قبل قليل، يعني الاعتداءات تزايدت قبل حوالي نصف ساعة، بدأت قوات الاحتلال بقمع المتظاهرين بشكل عنيف جدا من خلال إطلاق الرصاص الحي والرصاص المطاطي باتجاههم وأيضا قنابل الغاز المسيل للدموع. بالإضافة كمال إلى منطقة بيت إيل، هناك تظاهرات تجري في قرية النبي صالح شمال رام الله، أيضا هناك قوات الاحتلال تعتدي على المتظاهرين بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. هناك إصابات نقلت إلى المشفى. أيضا في نابلس بالقرب من حاجز حوارة هناك 16 إصابة، إصابتان منها بالرصاص الحي تم نقلهم إلى المشفى. في طول كرم أيضا هناك اعتداء على تظاهرة خرجت في بالقرب من الحواجز العسكرية ومناطق التماس في طول كرم وقراها وتم نقلهم إلى المشفى. على ما يبدو أن هناك إصابة جديدة هنا، وصلت سيارة إسعاف، هذه سيارات الإسعاف للهلال الأحمر، على ما يبدو أن هناك إصابة أخرى سيتم نقلها الآن عبر سيارات الإسعاف. شاهدنا بنصف ساعة الأخيرة أن طواقم الإسعاف لم تعد قادرة على يعني التعامل مع الإصابات، حتى أن الشباب كانوا ينقلون المصابين على نقلات ويحملونهم على الأكتاف لينقلوهم. طبعا كما أشرت أن معظم الإصابات هي بالرصاص المطاط، لكن هناك استخدام للرصاص الحي.
في بلدة قصرى بالقرب من نابلس لا تزال المواجهات مستمرة. هناك إصابتين خطيرتين من قبل جنود الاحتلال باتجاه الشبان، إصابتين خطيرتين نقلت إلى المشفى، إضافة إلى 13 إصابة أخرى. الإصابات بقصرى هي بالرصاص الحي بعدما اعتدى المستوطنون على أهالي قصرى وبحماية جنود الاحتلال. أيضا في كفر قدوم هناك مواجهات، الشباب يتصدى لقوة الاحتلال في مسيرة تخرج أسبوعيا ضد الاستيطان. هناك إصابة لفتى في 14 من عمره برصاصة في الظهر، رصاصة حي طبعا، ونقل إلى المشفى عند أريحة في شرق الضفة الغربية. أيضا تجري بالقرب من المدخل الجنوبي للمدينة مواجهات، والشباب يتصدون لقوات الاحتلال، وهناك إطلاق لقنابل الغاز والرصاص المطاط باتجاه المتظاهرين. كمال أيضا إضافة لتظاهرات الضفة الغربية، هناك بدأت الآن تظاهرة. سأتابع معك، لكن هذه المشاهد تأتينا من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، حيث الآن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحاول قمع المتظاهرين المعتصمين والوقفة التضامنية في حي الشيخ جراح الذي بدأت منه الأحداث حقيقة. وهذه قوات الشرطة الإسرائيلية وما يعرف بالخيالة أيضا يحاولون قمع المتظاهرين والوقفة التضامنية مع حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. أيضا حاجز بيت إيل كما قالت قبل قليل نسرين سلمي يشهد اشتباكات في هذه الأثناء. هذا حي الشيخ جراح، وفي الصورة مستوطنون متطرفون يقفون على مشهد من الشرطة الإسرائيلية التي تحاول إخلاء حي الشيخ جراح وتعتدي على المواطنين في هذه المنطقة. إذا المشاهدين، هذا حي الشيخ جراح أيضا بدأت منه الأحداث والمواجهات والهبة الشعبية الفلسطينية وصولا إلى غزة، وصولا إلى جنوب لبنان وكل العواصم العربية وأيضا عواصم العالم التي تتضامن الآن مع الشعب الفلسطيني. ولا زال حي الشيخ جراح في هذه الأثناء يشهد أيضا مواجهات والتصدي للشرطة الإسرائيلية التي تحاول إخلاء المتظاهرين والمعتصمين من حي الشيخ جراح. أيضا أتحول إلى أحمد شردان في غزة. أحمد، كان الأنباء من غزة تقول أن هناك أيضا بناء سكني، بناية سكنية في تل الهوى تتعرض في هذه الأثناء لقصف عنيف ومحاولات للتدمير. نعم، ما لدينا من معلومات أن برج القاهرة، برج مشتهى القاهرة، تعرض إلى قصف بصاروخين من الطائرات الإسرائيلية، دمرت شقتين داخل هذا البرج. من غير المعلوم حتى هذه اللحظة إذا ما كان الاحتلال سيقوم بتدمير البرج بشكل كامل أم أنه سيقتصر فقط على تدمير هاتين الشقتين، لأن الاحتلال عادة عندما يريد أن يدمر برج بشكل كامل فإنه يقوم باستهدافه بطائرات الاستطلاع من المنطقة العليا، ولكن ما حصل أن الاحتلال دمر شقتين سكنيتين داخل هذا البرج بشكل واضح. وأود هنا أن أنوه إلى أن عائلة الزميل أحمد غانم تقطن في هذا البرج، وقد تم إخلاؤها بناء على اتصال هاتفي قبل عملية الاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي. طبعا نتمنى السلامة للجميع، وأؤكد أنه حتى هذه اللحظة ما تم تأكيده هو استهداف شقتين داخل هذا البرج السكني. آخر الاعتداءات الإسرائيلية أيضا الحديث حاليا يدور عن استهداف سيارة في منطقة شارع الجلاء، تحديدا بالقرب أو في محيط محطة تمراز للوقود، وعلى ما يبدو بأن هناك إصابات في هذا الاستهداف. يبدو بأن هناك إصابات في هذا الاستهداف. في هذه اللحظات صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة منذ ساعة، وحتى الآن لم تتوقف هذه الصافرات عن العمل نتيجة استمرار إطلاق صواريخ المقاومة في مناطق مختلفة. الاستهدافات هي في محيط القطاع، يعني في مستوطنات الغلاف وليست في العمق، ما يعني أن ما يحصل حاليا لا علاقة له بتهديد كتاب القسام بأن على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على قدم واحدة كرد أولي على استهداف وتدمير مبنى المشتهى. يتعرض لصواريخ في هذه الأثناء، وهناك استهداف لسيارة مدنية. أحمد، أعيد ما كنت تقوله، في شارع الجلاء، ويبدو في إصابات من خلال استهداف هذه السيارة. في الصورة مشاهدينا كذلك حي الشيخ جراح، وهذه جنوب، وهذا جنوب لبنان على السياج الحدودي الفاصل بين الأراضي اللبنانية، بين قرى الجنوب اللبناني
وبين فلسطين المحتلة، حيث يتمركز جنود الاحتلال الإسرائيلي خلف هذا السياج. التظاهرة اليوم في جنوب لبنان جاءت بعد استشهاد شاب لبناني في التظاهرات يوم أمس التي اقتربت من السياج الإسرائيلي الشائك عند الحدود مع فلسطين المحتلة. أيضا مشاهدينا في الصورة كما نتابع حاليا محيط غزة، هذه تحديدا قلت قبل قليل هذه عسقلان، هذه جنوب عسقلان، حيث المدفعية الإسرائيلية التي تستهدف شمال قطاع غزة بالقذائف المدفعية. في الصورة أيضا سحب دخانية تنطلق من بسبب ضرب صواريخ المقاومة لهدف أو مصفات نفطية في عسقلان، ولا تزال الدخان حتى هذه اللحظة تنبعث من هذا الهدف الذي أصابته صواريخ المقاومة. وسحابة الدخان التي ترونها الآن مشاهدين على الشاشة هي لهدف استهدفته صواريخ المقاومة في عسقلان في بين قوسين أشكول، لهدف عسكري أو مصفات نفط أو مصفات وقود هناك. القصف الآن مشاهدينا على الهواء مباشرة لقطاع غزة. أين المنطقة المستهدفة أحمد؟ شمال غرب مدينة غزة تم استهدافها الآن بشكل مباشر من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. طبعا نحن لم نسمع أو لم نبلغ من أي مصدر من مصادرنا عن وجود استهداف أو تحذير بأي استهداف في تلك المنطقة، ما يعني أن هذا الاستهداف الإسرائيلي جاء بشكل مفاجئ. لا نعلم إن كان الاستهداف هو لشقة أو لمنزل أو لأرض فارغة أو موقع عسكري، حتى اللحظة المعلومات لا تزال شحيحة كون الاستهداف تم قبل ثوان معدودة من الآن. إذن هذا الاستهداف الذي ترونه على الهواء مباشرة هو في منطقة السودانية، منطقة السودانية في شمال غرب مدينة غزة. كذلك نشاهد في الخلفية أعمدة الدخان المرتفعة التي ترتفع جراء اشتعال النيران في منطقة شمال قطاع غزة في بيت لاهيا. هناك حديث عن أن إحدى المنشآت الصناعية أو الاقتصادية تشتعل فيها النيران جراء استمرار القصف المدفع الإسرائيلي على شمال القطاع. في هذه اللحظات قصف إسرائيلي عنيف في مناطق مختلفة من قطاع غزة. هذا القصف يبدو بأنه، طبعا أريد أن أؤكد بأن هناك شهيد وصل إلى مجمع الشفاء الطبي قبل قليل جراء استهداف السيارة في منطقة شارع الجلاء في مدينة غزة. تم استهداف سيارة وقتل أحد واستشهد سائق أو أحد الأشخاص جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي. هناك استهدافات متكررة في مناطق مختلفة، معظم التركيز اليوم على الشقق والأبراج السكنية. حتى اللحظة منذ الصباح تم تدمير برج الجلاء الذي يحتوي على مكاتب صحفية، منها مقر قناة الجزيرة القطرية وكذلك مكتب طبعا قناة الجزيرة وكذلك مكتب الـ AP الأسوشيتد بريس الوكالة الدولية الأمريكية. ما تم استهدافه وتم تدمير البرج وتسويته بالأرض بشكل كامل. نعم، إذن مشاهدينا نتابع الآن هذه الصور من قطاع غزة للقصف الإسرائيلي للبنى التحتية والعمارات السكنية. أيضا ارتقى شهيد قبل قليل من خلال قصف الإسرائيلي على سيارة مدنية. الآن هذه حدود جنوب لبنان، وفي الصورة في تحرك لجيش الاحتلال الإسرائيلي ولسياراته التي تقترب من السياج الفاصل في هذه الأحراش التي نراها الآن. الكاميرا مشاهدينا، كاميرا الميادين ترصد سيارات إسرائيلية تقترب من السياج الفاصل. على السياج مباشرة الآن حشود من المتظاهرين من القوى الوطنية ومن سكان قرى الجنوب الذين يتظاهرون تضامنا مع القدس وتضامنا مع غزة في هذه الأثناء. هذه الجيب التي ترونها الآن في الصورة هي جيب عسكرية إسرائيلية على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. إلى القدس ومن هناك الأستاذ غسان حلايقة
معي الآن مباشرة. أستاذ غسان حياك الله، وإذا يمكن لك أن تضعنا أو يعني تجمل لنا صورة الوضع في القدس. كنا قبل قليل نتابع حي الشيخ جراح، هل يمكن أن تضعنا في صورة ما يحدث هناك؟ تحيات أستاذ كمال، حياك الله. صراحة الشيخ جراح هي اليوم حاليا بالشكل اللي هي موجودة فيه، هي أصبحت ما يشبه لشارع الشهداء في مدينة الخليل، محاصر من الطرفين، قوات الاحتلال الموجودة على أطراف الحي تمنع الدخول أو التضامن السلمي البسيط، مجرد الهتاف باسم فلسطين والشعور مع أهل الحي المهددين في التهجير أصبح ممنوع. اليوم قبل قليل كان في قمع للمتضامنين هناك، وتم قمعهم فقط لمجرد علم فلسطين ورسم جدارية على جدران الشيخ جراح اللي بتحكي قصة الحي وأهل الحي الموجودين هناك. يعني هذا دليل خوف العدو لقبالنا، هذا دليل خوفه اللي حتى من صورتنا من شكلنا خايف اليوم. نعم. موجود أستاذ غسان، كل الهبة الفلسطينية، الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت الآن في القدس بشكل عام، في مدن فلسطين المحتلة عام 48، وفي كثير من الأحياء الفلسطينية العربية تعرضت لاعتداء وحرق، وفي شهداء أيضا في تلك المنطقة، في الضفة الغربية بكل مدنها من عكا من رام الله إلى كل المدن، جنين، رام الله، كل مدن الضفة الغربية، وهي احنا الآن نشاهد الآن هذه الاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والحاجز الإسرائيلي في رام الله، حاجز بيت إيل الذي يفصل مدينة رام الله عن مدينة البيرة المحتلتين. لكن كل ما جرى الآن، كل ما يحدث الآن هو بسبب الاعتداء الإسرائيلي على حي الشيخ جراح. أستاذ غسان، إلى أي حد هذا الأمر طمأن سكان الحي الذين تريد السلطات الإسرائيلية والمستوطنون المتطرفون إخراجهم من منازلهم؟ كيف شعر سكان الحي بأنهم ليسوا وحدهم في هذه المعركة؟ هو للصراحة خلينا نقول الشيخ جراح هو الشرارة كان لهذا الشيء. إذا بنذكر أحداث باب العمود كانت هي كمان شرارة. صحيح. قطع المآذن على المسجد الأقصى كانت برضو الشرارة بأول أيام رمضان، واللي منعوا نصلحوها لحتى يوم رمضان. هذه كلها شرارة أشعلت أمور كانت موجودة على الأرض ويشعر فيها الناس، وكانوا محرورين وموجودين تحت ظلم الاحتلال الذي لا يتوقف ليل النهار، سواء بالسياسات الواضحة والقتل والضرب اللي بيكون ظاهر للناس، أو بالسياسات الغير واضحة اللي هي بالحياة اليومية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. ولكن اليوم صحيح أننا ندفع ثمن. امبارح الضفة الغربية قدمت 11 شهيد، وحاليا في شاب في مجمع رام الله الحكومي هو ما بين الشهادة والحياة. اليوم صحيح أنه ندفع ثمن، بس اليوم الثمن مقابل مشهد التحرير الذي أصبح ممكن. اليوم أهلنا في 48 وفي الضفة وفي غزة وفي القدس والزحف على الحدود جعل يعني بعد مشهد التطبيع اللي شفناه بالفترة الأخيرة واللي حبوا يزرعوا في مخيلة المواطن العربي إنه بقاء هذا الكيان هو أبدي، اليوم جاءت هذه الانتفاضة اللي تقول التحرير هو ممكن، وهو ممكن والآن ضرورة. يعني عندما قال سماحة السيد أستاذ غسان، عفوا، جنود الاحتلال الإسرائيلي يلقون القنابل الحارقة والمطاطية الآن باتجاه شبان الفلسطينيين على حاجز بيت إيل. نسرين، تسمح لي أستاذ غسان فقط نطلع على ما يجري الآن في مدينة رام الله في الصورة، جنود الاحتلال الإسرائيليين، إذا كانت نسرين سلمي معنا الآن. نعم كمال، معك أسمعك بوضوح. ما يجري أن مجموعة من الشبان نجحوا بالتسلق والوصول بالقرب من جنود الاحتلال، وقاموا برشقهم بالحجارة في مشهد جريء جدا، رشقوهم بالحجارة. الآن الجنود طبعا لم تعجبهم شجاعة هؤلاء الشباب وبدأوا بإطلاق الرصاص. ما نسمعه هو إطلاق لرصاص حي، حاليا كان هناك إطلاق لرصاص حي، وقبله طبعا قاموا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط باتجاه الشباب لتفريقهم وإخراجهم من المكان. لكن الشباب صحيح أنهم يتحركون ويغادرون الموقع، لكنهم يعودون. الآن نشاهد في الصورة لشاب
وحده يواجه الجنود من منطقة قريبة جدا. بعض الشباب كان وصل حتى يعني لمسافة قريبة جدا من جنود الاحتلال ولم يخشى من تهديداتهم، رغم أنهم يعني هددوه بشكل مباشر أنه إذا لم يغادر سيطلقون الرصاص، لكنه بقي قريبا منهم وكان يرشقهم بالحجارة ويتصدى لهم. طبعا هؤلاء الشباب الآن يعودون ويقتربون من الجنود كما تشاهدون في الصورة، هم يقتربون من الجنود ويرشقونهم بالحجارة. طبعا هم يستخدمون المقلاع وحجارتهم كما هي العادة، لكن جنود الاحتلال يطلقون الرصاص، وشاهدنا قبل قليل أنهم كانوا يقنصون يعني يطلقون رصاص حي باتجاه الشباب، وكان هناك إصابات بالرصاص الحي بعدما لم ينجح رصاصهم المطاطي وقنابل الغاز في تفريق هؤلاء المتظاهرين الذين يصرون على البقاء هنا والتظاهر ضد الاحتلال نصرة للمسجد الأقصى ونصرة لغزة، وأيضا تأكيد على أن 73 عام من النكبة لم تنسى الفلسطيني هويته وأنه سيبقى على أرضه ولن يكون هناك نكبة جديدة مهما حاولت إسرائيل تحديدا في مدن الداخل الذي تحاول يعني إخافة الفلسطينيين وتهجيرهم والاعتداء عليهم ليغادروا، لكنهم باقون على أرضهم. نعم نسرين، هذا حاجز بيت إيل أليس كذلك؟ حتى لا يعني حتى أكون دقيق، هذا حاجز بيت إيل أليس كذلك؟ صحيح، هذا حاجز بيت إيل مشاهدينا. صحيح، هو يفصل حاجز بيت إيل. يفصل مدينة رام الله عن مدينة البيرة أيضا في الضفة الغربية. ليس مدينة البيرة كمال. نعم. ليس مدينة عفوا كمال، ليس مدينة البيرة، هذا الحاجز موجود على مدخل مدينة البيرة، المدخل الشمالي لمدينة البيرة ومدينة رام الله. نعم. يبدو أن هناك هجوم من قبل قوات الاحتلال على الشباب، الشباب يركضون، يبدو أن الجنود حاصروهم من الخلف ويطلقون قنابل الغاز، هي قنابل الغاز تشاهدون في الصورة، مجموعة من قنابل الغاز باتجاه الشباب. نعم، مجموعة كبيرة من قنابل الغاز باتجاه الشباب، لذلك هربوا الشباب. طبعا كما كنت أقول هذا الحاجز هو على مدخل مدينتي رام الله والبيرة، رام الله والبيرة مدينتان توأم. صح، المدخل الشمالي هو يفصل مدينتي البيرة ورام الله عن شمال الضفة الغربية وأيضا عن القدس ومناطق الجنوب، من هنا يمكن أن تصل إلى نابلس وإلى مناطق الشمال، ومن هنا أيضا يمكن أن تتوجه إلى الجنوب وإلى مدينة القدس وبيت لحم والخليل، وبالتالي هو حاجز معروف بحاجز بيت إيل لأن هنا أيضا مقر الإدارة المدنية والعسكرية الإسرائيلية، قيادة المنطقة الوسطى موجودة هنا، قيادة الضفة الغربية عمليا الإسرائيلية موجودة هنا، من هنا تخرج قرارات للاعتداء على الفلسطينيين للاعتقالات. أيضا هنا كان في يوجد محكمة عسكرية في السابق لكنها أغلقت، وإن بقي مقر الحاكم العسكري موجودا هنا، وأيضا هنا تكون اجتماعات التنسيق في بعض الأحيان والتصاريح. نسرين، بنيت هناك أيضا مستوطنة بسغوت على أراضي تابعة لمدينة جبل الطويل. لا، هنا مستوطنة بيت إيل كمال. نعم. هنا عند الحاجز مستوطنة بيت إيل تأخذ من أراضي البيرة وأراضي بيتين، وطبعا على فكرة بيت إيل هو اسم كنعاني وليس عبراني. صحيح. يعني بالمعنى مدينة الله، وإسرائيل طبعا استغلته لصالحها وأسمت المستوطنة باسم بيت إيل. مستوطنة بسغوت على الناحية الأخرى مقامة على أراضي مدينة البيرة، هي مقابل مستوطنة بيت إيل، وطبعا مقام على أراضي جبل الطويل وتتمدد باتجاه أراضي البيرة ونزولا. نعم. حتى منطقة قلنديا، وطبعا المستوطنتين موجودتين. نعم. وتحاول إسرائيل ضمهم إلى كتلة استيطانية المعروفة بكتلة أرائيل وضمها وعدم إخلاءها في المستقبل، هذا ما تريد إسرائيل. أرجو أن تبقي معنا، وأيضا الصورة ستبقى موجهة وموجودة في عند حاجز بيت إيل في رام الله عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله والبيرة، كذلك في الضفة الغربية. أتحول إلى الناصرة شمال فلسطين المحتلة، ومن هناك معي مباشرة أنوار شرارة. أنوار، أولا أريد أن أعرف أو نعلق معا على ما يجري حاليا في الصور أمامنا الآن، في المشاهد الآن أمامنا، هي تنقل وقائع من أماكن مختلفة، القدس، جنوب لبنان، غزة والضفة الغربية. ماذا تعلقين على، كيف تعلقين على كل هذه الأحداث التي تجري؟ نعم، رغم أنه إحنا في حالة حرب، ولكن في
في فرحة داخلية اللي إحنا قادرين نشوف وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الشعب العربي. هذا شيء جميل فعلا يعني، وإحنا ما شفنا هذا الشيء من سنين طويلة يعني، من سنين طويلة. فمفرح ومحزن بنفس الوقت، لأنه كمان عم نفكر إخوتنا، فقدنا شهيد في لبنان مبارح، شهداء في غزة، عم نفقد كمان شهداء في الداخل المحتل، وهذا مؤلم بعض. ولكن لكل قضية لها ثمن، ونحن الثمن. طيب الآن هذه الصورة، أنوار شرارة من جنوب لبنان في الصورة، لا أعرف إذا كنت تشاهدين معي الآن، جنود الاحتلال الإسرائيلي ومركبات عسكرية إسرائيلية في هذه المنطقة، تحسبا للتظاهرة التي تجري على السياج الحدودي في جنوب لبنان، وهي تظاهرة لشبان ولسكان مدنيين، قوى وطنية لبنانية وفلسطينية، أهالي جنوب لبنان يتظاهرون في هذه المنطقة. ماذا تقولين لهم من الناصرة؟ استمروا، يعني هناك فلسطينيين موجودين في لاجئين في لبنان في الأردن، لا يمكن منعهم، هن جزء من الشعب، لا يمكن منعهم، هن حقا يتظاهروا ويوصلوا صوتهم ويكون لنا صوت فلسطيني واضح على صعيد عالم كامل. طيب أنوار، يعني أنت صغيرة في السن، يعني من جيل صغير جدا في السن، وهذا الجيل يعني قيل كثير عنه، ويعني تابع تطورات كثيرة في الآونة الأخيرة يقال بأنها أبعدته عن القضايا الأساسية، يعني قضية فلسطين والقدس والأمة العربية وهمومها والعروبة وكل هذه المسائل، هذا الجيل بعيد عنها لأنه جيل لديه يعني هو جيل تكنولوجيا أكثر ما أنه له علاقة بالقضايا الكبرى، لكن اليوم تبدو الصورة عكس ذلك، أنت كيف ترينا؟ أنا من جيل السنوات التسعينات بداية، وقد شهدت انتفاضة القدس والأقصى في سنة 2000، فأنا كبرت على أسس وطنية، ولكن فعليا جيل 2000 اللي طلع وما فوق لم يشهد كل هذه الأحداث، وهناك مخططات إسرائيلية تعمل إسرائيل جاهدة على أسرى الشباب وصبايا من خلال كتير برامج قادرة تعملها وكتير مغريات قادرة تغريها للشباب. ففعليا هني عم بحاولوا يعيشونا تحت شعار التعايش، ولكن هاي المرة هذا الجيل أثبت إنه الوطن هو القضية، ومهما إحنا تشتتنا في بعض الأحيان عن قضيتنا، فهذا لا يعني أننا ما بنربى ببيوتنا على إننا إحنا هويتنا فلسطينية ولا نتنازل عنها. ووقت الجد شفنا هذا الجيل، هن اللي نزلوا وهن اللي بلشوا وهن اللي كان صوتهن عالي، وإحنا اللي جيلنا من بداية التسعينات اللي شوي هبطنا ببعض الأحيان من القيادات ومن كتير ظروف قاسية نعيشها تحت الاحتلال ومن تخاذل الدول العربية وحكام الدول العربية أيضا، فعشنا حالة تخاذل. ولكن هاي المرة هذا الجيل هو اللي خلق الأمل الجديد هذا فينا، وأثبت إنه جيل واعي وجيل بيقدر يقول كلمته بكل 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 وضوح. وأيضا كل مشاريع إسرائيل فشلت بأنها تعيشنا تحت شعار التعايش، هاي الكذبة راحت من وقت بداية الأحداث. وهذا الجيل اللي إسا شهد كل عمليات الاعتقالات واللي حرب على غزة والإصابات اللي عم بقلوها في المظاهرات والمشاهدات لقمع الشرطة، أنوار تبقينا معي، المظاهرات اللي عم بيكون موجودة فيها. فهذا الجيل أثبت متظاهر وثبت للعالم إنه القضية مش راح تموت أحد الشبان من هون لـ 28-40 سنة. نعم، أتابع في الصورة أحد الشبان يقترب من السياج الحدودي الفاصل، هذه الجدران التي بنتها إسرائيل وضعتها إسرائيل، ويحمل العلمين الفلسطيني واللبناني لرفعه فوق الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين. نتابع هذه الصورة مشاهدينا، و
أستاذ غسان حلايقة في القدس. هل عندك أيضا الجرأة أن تصرخ أمام الملايين وتقول عندك شامبو؟ طيب أستاذ غسان حلايقة، هل يمكن أن أيضا تعلق معنا على ما قالته أو ما كنا نتحدث فيه مع أنوار شرارة في الناصرة، مسألة الجيل والتعايش وأن هناك جيل ينسى، خاصة في نقطة مهمة أو شيء مهم قالته أنوار، أنه هذا الجيل شهد مراحل طويلة من اليأس، من الإحباط، من ابتعاد الرأي العام، يعني في جيل عاش المد القومي، المد الثوري، شهد أحداث وتصدي ثوري للإسرائيليين في الأردن، في لبنان، في فلسطين المحتلة، انتفاضة الأولى 87، 2000 إلى آخره. لكن الجيل الحالي هو جيل يأس، جيل إحباط. كيف يمكن أن يخرج هذا الجيل ويتقدم على ما سبقه كما نشاهد اليوم رغم أنه شهد هذه المراحل؟ غسان نتابعك. الصوت غسان، الصوت من عندك. لا نسمعك، نتابع هذه الصورة الآن مشاهدينا. غسان تفضل. يعني هي صحيح اللي ذكرته، رحلة الإحباط لهذا الجيل اللي إحنا عشناه للأسف ما كانت. طيب صوت غسان لا يصلنا مشاهدينا. نسمعك الآن. نعم تفضل. اللي وصفته حضرتك بالنسبة لموضوع رحلة الإحباط اللي عاشها جيلنا فعلا هي وصف صحيح ودقيق للأسف. يعني باستثناء بعض الحوادث، خلينا نقول 2006 هو الانتصار اللي كان واضح، 2014 في غزة هدول عيشناهم وين كان متأخر شوي. يضاف إلى ذلك الأدوات الصهيونية بصهر الوعي، وبجوز أنوار بتعرف جيدا عن إيش بتحدث، سواء من مناهج التعليم، من قمع أي وجود ثقافي فلسطيني. حتى إذا بنراجع شوي لورا، من فترة قريبة جدا كان في حرب على المؤسسات الثقافية في القدس بإغلاقها وملاحقتها، خنقها ماليا بكل الأدوات اللي ممكنة لإنها حتى حقق في الهوية الثقافية. هذا كان كله ضمن الأسرلة والتهويد. يعني لما نحكي عن تهويد القدس، هو مش شعار، هي خطط يقوم بها المحتل 24 ساعة ويدفع لها الميزانيات. هذه الميزانيات اليوم كلها انكبت وفي وجهه وتحولت لثورة. نعم متابعك غسان، أنا أسمعك. فهذا الجيل فعلا صنع شيء لم يكن يتوقعه أحد. يعني الجيل السابق كان ينحكى عنه جيل أوسلو، فاجأوا اليوم، فازوا بالانتفاضة الثانية. الجيل اللي احنا وعينا فيه حكوا عنه اللي هو جيل مراكز الجماهيرية. بس غسان، جرت عملية تزييف للوعي في وسائل إعلام كبيرة عربية أنشئت وعالمية للعمل على الجيل العربي الجديد والفلسطيني على وجه التحديد، في فشل كبير على المستوى الرسمي السياسي العربي في مواجهة المشروع الإسرائيلي، تقدمت ونشأت أصوات وتيارات في العالم العربي لم تكن موجودة، الكل كان يتحدث في العالم العربي عن الوحدة العربية، عن القومية العربية، عن المعركة الكبرى، عن الجيوش العربية، عن الثورة الفلسطينية، عن المقاومة اللبنانية، القوى الوطنية، الحركة الوطنية، هكذا كانت المفردات والقاموس في مراحل سابقة. في بالمرحلة الأخيرة التي نشأ عليها هذا الجيل الجديد كان في عملية تزييف للوعي بشكل كبير، رغم ذلك نرى بأن هذا الجيل عاد إلى السيرة الأولى وبشكل أقوى وبشكل ومع الوعي أيضا ومع التفكير أيضا، وليس مجرد انفعال. صحيح 100%. بس ألا ما أظن يعني هذه الصورة اللي خلينا نقول ارتسمت لنا وكنا من خلالها منحلل، هي في كان سوء في تقدير حجم هذه الأمور وحجم هذا الوجود للي هم لما وصفوهم ذباب إلكتروني، هم حرفيا ذباب وكان حجمهم أكبر منهم. بينما على الرغم من هذا السطح اللي كان يظهر لنا، أظهر هذا الجيل اللي ورث
هذه القصص اللي حكيت عنها، المد القومي والفهم القومي، مشاركة الأهل اللي كانت في الانتفاضة الأولى، وكل هذه وكيف كانت حال الناس، كلها سمعناها من أهلنا، كلهم يحكوا عن مشاركاتهم، وكنا بنحلم فيها ونتمنى هذا اليوم اللي يجي وإحنا نكون جزء من هذا اللي كنا نسمع عنه. واليوم هذا الإشي تحقق وصار بين إيدينا، ويمكن بالعكس إحنا مدينا عنهم بخطوة، لما في لحظة معينة حتى هذا الجيل بتلاقي إنه صار عند هم اللي صار عندهم، هذا الجيل الكبير هو اللي صار عنده اليأس والإحباط للحظة بأنه يبدو أنه انهزمنا، يبدو أن المعركة انتهت، يبدو أنه هذا الجيل فش عليه الرهان اللي لازم يكون. هذا الجيل أجا يفاجئ الكل، أجا يقول الرهان علينا وإحنا قادرين نعمل اللي أنتم ما قدرتوا تعملوه، وهي المد القومي موجود، وهي الناس بتزحف على الحدود، وهي الناس ضفة وقدس 48 وغزة شقفة واحدة بتحركوا مع بعض بشكل متزامن، بقولوا القضية هي قضية واحدة، قضية فلسطين كاملة. طيب غسان، غسان احنا نتحدث عن جيل الان، الصوره في رام الله لشبان فلسطينيين يرشقون جنود الاحتلال بالحجاره، 99% ممن نراهم في الصوره هم تقريبا اقل من سن العشرين عام. هذا جيل فلسطيني جديد ينشا على مواجهه الاحتلال، يريد ان يحرر ارضه، يعتبر أن أرضه محتلة، يعتبر أن معركته مع محتله. في الصورة الأخرى في جنوب لبنان، ومن هناك عباس صباغ مراسل الميادين معي ليضعنا في الصورة، الشاب الذي يتسلق الآن الجدار، الشاب الذي استشهد يوم أمس اللبناني على الحدود، أيضا شباب دون سن العشرين عام، أيضا هذا جيل وضعت له هذه الجدران التي نراها، ليقال له لهذا الجيل ليس لك علاقة بما يجري خلف الجدران، أنت اذهب وأمن لقمة عيشك وأمن حياتك، ويعني وليس لك علاقة بما يجري خلف هذه الجدران، أي بفلسطين المحتلة. رغم ذلك نجد الآن شباب من الجيل الجديد، الجيل اللبناني الجديد، من خلف الحدود في الأردن كذلك، في سوريا كذلك، في مصر كذلك، في شباب أيضا ليس على الحدود في دول عربية متعددة، اليوم العراق بغداد كان هناك حشود هائلة في العاصمة بغداد من مختلف الأعمار طبعا، ولكن غالبيتهم أيضا من الشباب. أستاذ غسان وأنوار، اسمحوا لي فقط أتحول إلى عباس صباغ مراسلنا في جنوب لبنان لنعرف ما الذي يجري هناك، ثم نعود ونتحدث عن هذا الموضوع. عباس نحن معك. نعم كمال، في هذه الأثناء طبعا أحد الشبان، لا بل شبان، يحاولان الوصول إلى الجدار الإسمنتي الذي أقامه جيش الاحتلال هنا في مع الحدود مع بلدة كفر كلا اللبنانية. طبعا هذه المحاولات هي متكررة، أيضا تسلقوا برجا للمراقبة، حطموا كاميرات المراقبة، رموا الحجارة، واستدعى ذلك استنفارا من جيش الاحتلال الذي استخدم آليات عسكرية ومدنية طبعا بداخلها عسكريين، وانتشروا في هذه البساتين، وذلك تحسبا لما يجري خلف هذا الجدار الإسمنتي. كمال، ما نشهده اليوم على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة شهدناه مرتين، الأولى عام 2000 في 24 أيار 2000، والثانية في 14 من آب أغسطس عام 2006. يعني هذا المشهد، هذه الحشود، هذه زحمة السير، مئات لا بل آلاف السيارات على طول الحدود من بلدة الخيام وصولا إلى بلدة حولة وبليدة وعيترون ومارون الراس، كلهم من مختلف الأعمار، من مختلف الأحزاب الوطنية اللبنانية والإسلامية، الحزب القومي، الحزب الشيوعي، حركة الشعب، حركة أمل، حزب الله، التنظيم الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي، فصائل فلسطينية، مستقلون، شبان، طلاب جامعات. نرى يعني جيل شاب لم يعرف إلا طعم الانتصارات منذ العام 2000، واليوم يتضامن مع فلسطين من هنا من جنوب لبنان، الشاهد على هزيمة إسرائيل عام 2000، على طول هذه الحدود صرخة واحدة، لبيك يا فلسطين، والنصر لفلسطين، كل ما كنا نسمعه طوال هذا النهار من الوقفات التضامنية المستمرة على طول الحدود، شبان مندفعون، معنويات مرتفعة، الكل على أمل بأن المقاومة ستنتصر في لبنان وفي فلسطين، وأن ما يشهدوه الآن يعني مجمل
الآراء هنا بأنه غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، عندما يرون يعني سكان تل أبيب يهرعون مذعورين من صواريخ المقاومة ويرون مطار بن غوريون يتوقف. كل هذه المشاهد في هذه تتكون لدى هذا الجيل الشاب الذي يرى أن فلسطين على مرمى حجر من هذا المكان، يحاول حتى تسلق يعني كما يفعل هذا الشاب يعني تسلق هذه يعني الأسلاك الشائكة رغم ما يعني ذلك من خطر وإمكانية أن يقع أن يصاب، لكن على وقع الهتافات وعلى وقع المعنويات المرتفعة كل ذلك يجري على الحدود هنا. الحركة جدا طبيعية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، بينما في الجانب الآخر هذه التعزيزات العسكرية الإسرائيلية لم نشهدها منذ أشهر طويلة. اليوم نعم رأينا بعض الجنود يعيدون ترميم الأسلاك في رام الله عند حاجز بيت إيلي، يبدو أن هناك مصاب. نسرين، نحن نتابع معك هذه الصور للاشتباكات التي تجري عند الحاجز الإسرائيلي، ويبدو أن هناك مصاب. نسرين، أليس كذلك؟ صحيح صحيح كمال، هناك مصاب. قوة الاحتلال استعملت قبل قليل مجددا الرصاص الحي باستهداف الشبان هنا في بيت إيل، أطلقت وابلا من الرصاص باتجاه الشباب، ويبدو أن هناك أكثر من إصابة وليس إصابة واحدة فحسب، وها هي الآن تطلق مجددا القنابل الصوتية والرصاص باتجاه الشباب في محاولة لتفريقهم. لا أدري إذا كانت الكاميرا تستطيع أن تساعدني لتريكم إطلاق القنابل باتجاه الشباب، قنابل الغاز، وقنابل هي قنابل غاز تسقط بوسط الشباب في الناحية الأخرى. جنود الاحتلال يطلقونها بكثافة في محاولة لتفريق المتظاهرين هنا عند حاجز بيت إيل العسكري، وكان هناك استهداف للشباب بالرصاص الحي. الشباب يردون الآن بإطلاق المفرقعات النارية، هذه المفرقعات تستفز جنود الاحتلال ويعني تحاول يعني هي جزء من وسائل المقاومة التي يستخدمها الشباب يعني فقط لاستفزاز الجنود وللرد على قنابل الصوت وقنابل الغاز التي يطلقها جنود الاحتلال. وابل كبير من قنابل الغاز يطلقه جنود الاحتلال باتجاه المتظاهرين على الناحية الأخرى، وطبعا هناك إصابات على ما يبدو إصابات بالاختناق نتيجة لكثافة الغاز. هم لا يطلقون قنبلة واحدة فحسب وإنما مجموعة مع بعضها البعض. مرة أخرى إطلاق مجدد لقنابل الغاز باتجاه الشباب في محاولة لتفريقهم. سيارات الإسعاف تستعد، لأن مثل هذه الكمية من قنابل الغاز تؤدي غالبا لحالات اختناق، هذا إذا لم تصب أحد المتظاهرين، يعني في بعض الأحيان تتسبب بحروق إذا ما أصابت عن قرب المتظاهرين أو حتى عن بعد، أحيانا تتسبب في إصابات حرجة للشباب المتظاهرين. والآن مجددا تطلق قنابل الغاز، يبدو أن جنود الاحتلال يريدون إخلاء وتفريق التظاهرة بأي طريقة ممكنة، ولهذا كثفوا من إطلاق قنابل الغاز الآن باتجاههم. ونشاهد أيضا سيارات الإسعاف تتحرك مسرعة من المكان في محاولة لإخلاء المصابين. حسب ما وردنا من وزارة الصحة فإن المستشفيات في رام الله تعاملت مع 13 إصابة هنا من رام الله في داخل المستشفيات، هذه حصلت طبعا وزارة الصحة وهي تختلف قليلا عن إحصائية الهلال الأحمر الفلسطيني. أكدوا لنا أن هناك إصابتين خطيرتين، إصابة طبعا بإصابة بالرصاص الحي بالرأس وإصابة أخرى بالخاصرة، وهناك إصابة أيضا بالرصاص الحي في الأطراف السفلى بمعنى بالأقدام وبالساق، ويعني هناك إصابات بالرصاص المطاط، إصابة أيضا في الرقبة بالرصاص المطاط لأحد الشباب وصفت حالته بأنها مستقرة كمال. وحتى هذه اللحظة يواصل جنود الاحتلال إطلاق قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين. أيضا هناك يعني معلومات وصلتنا من منطقة النبي صالح بوجود تظاهرة هناك ومحاولة من جنود الاحتلال لتفريق
تفريق المتظاهرين في منطقة النبي صالح القريبة أيضا من رام الله، ومن المفترض عند 8:30 أن تخرج تظاهرة أخرى في مدينة بيت لحم. عند حاجز قلندي العسكري كان هناك تظاهرة بسيطة للشباب، جزء من التظاهرة التي كانت جاءت إلى هنا اتجهت باتجاه حاجز قلنديا. قوات الاحتلال اعتدت على المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز وتفرقت التظاهرة، وطبعا يعني في مناطق أخرى تظاهرات، لكن الأعنف هنا في بالقرب من حاجز بيت إيلا المخرج الشمالي لمدينة البيرة. كمان لرصد كل جديد سواء ما يجري عند حاجز بيت إيلا العسكري أو حتى في مدن الضفة الغربية الأخرى التي ذكرت بأنها الآن يوجد فيها تظاهرات ومواجهات مع قوات الاحتلال. أنوار شرارة في الناصرة، المشهد الآن الذي ننقله على الهواء من أكثر من مكان كما قلت قبل قليل، هل هذا المشهد يبشر أنه المستقبل سيكون لنا؟ نعم، نحن في المواجهات الأولى قلنا جملة، يا غزة يلا، وغزة لبت النداء، وإحنا في الأيام الأخيرة عم نقول يا ضفي يلا، لأنه إحنا في الآخر شعب واحد ولازم نكون متكاتفين في وجع واحد، وهذا يقلق إسرائيل، يقلق أمن إسرائيل في درجات مش طبيعية. يعني إسرائيل حاليا مجمدة، مش قادرة تركز في محل، هي مشتتة فعليا، مشتتة، مش عارفة تركز في محل واحد، وهذا بقدر يخفف علينا بعض الشيء. في الداخل هناك اعتقالات، مئات الشباب صار معتقل، هناك مئات الإصابات أيضا، يجب علينا أن نقف وقفة واحدة في الداخل، إن كان في الضفة ولا إن كان في الغزة ولا إن كان في الداخل، في الداخل الأراضي المحتلة عام 48. أنوار، أيضا من خلالك أنوار نعرف ما يجري في هذه، يعني نحن تابعنا خلال الأيام الماضية صور من مدينة اللد، من مدينة الرملة، من مدينة يافا، لاعتداءات متطرفين ومستوطنين بمساعدة رجال الشرطة، رأينا اقتحام للبيوت، رأينا إصابات، محاولة حرق منازل، حرق سيارات إلى آخره. ما الذي يجري أنوار؟ يمكن أن تضعينا في صورة الوضع هناك، وإذا في خطر على الفلسطينيين في المدن المحتلة عام 48، وإذا في نداءات أيضا لهم. طبعا أنا لا أسمعك، مش عم بسمع. أنا بسمعك جيدا. أوكي، طبعا الوضع مقلق جدا. في اللد هناك مستوطنين يقتحمون البلد في كل ليلة تقريبا، يحرقون سيارات، ومبارح تم إحراق بيتين في يافا، في طفلين كمان حرقوا نتيجة هذا الحريق. الوضع مقلق فعليا، عم بتم التهجم على طلاب الجامعيين. قبل 3 أيام كان هناك تعدي على الطلاب الجامعيين في جامعة بن غوريون في بير السبع، وإلى الآن أعتقد أنه مش كل المعتقلين طلعوا من سجون الاحتلال، والطلاب بكل بساطة لم يفعلوا شيئا غير أنه كانوا واقفين عم بتظاهروا مظاهرة سلمية ومعهم موافقات. فهناك عصابات من المستوطنين اللي عم بيقوموا في التهجم على أكثر على البلاد اللي فيها استعمار، اللي عمليا فيها غالبية يهودية، فهناك عم بيستقووا على الأقلية العرب اللي موجودين، عم بحرقوا سياراتهم وبيوتهم، للأسف عايشين في حالة رعب مش طبيعية. عفوا، وطبعا هناك كمان وحدات المستعربين اللي احنا عم نشوفها في مظاهراتنا كل ليلة، اللي هي عم بتكون بناتنا، بتكون عم تهتف معنا، وبعد شوي بتم اعتقال الشباب في المظاهرات وتعنيف الشباب بالمظاهرات عن طريق هاي الوحدات المستعربين اللي عم بتكون متواجدة. طيب، بيننا أنوار فقط لمتابعة ما يجري حاليا في غزة، في بالصورة يبدو أن هناك غارة جديدة على قطاع غزة. قبل ونحن نتحدث مع أنوار كان في قصف أيضا لمنزل في منطقة عنان غرب قطاع غزة، ومن هناك أحمد شلدان لديه المعلومات الأدق. أحمد معك. نعم الآن فيما يتعلق بالتطورات الميدانية في قطاع غزة، قبل قليل
تم تأكيد استشهاد مواطن جراء استهداف السيارة في منطقة الجلاء، وهو المواطن سعيد أبو غليون، يبلغ من العمر 30 عاما، استشهد جراء استهداف سيارته في منطقة شارع الجلاء جنوب أو غرب شمال مدينة غزة. إلى ذلك أيضا استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في شمال القطاع، وأيضا كان هناك استهداف لعدد من المنازل الأخرى في مناطق متفرقة. اليوم تم تدمير منزل خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكذلك قبل قليل كان هناك تدمير لشقتين داخل برج القاهرة مشتهى في قطاع غزة. هذا هو البرج الخامس الذي يستهدف، ولكن لم يتم تدميره بشكل كامل. أما الأبراج التي تم تدميرها فاليوم تم تدمير برج الجلاء وتسويته بالأرض بشكل كامل، وهو مكون من 13 طابقا وفيه مكاتب إعلامية وصحفية، إضافة إلى 60 شقة سكنية لمواطنين يقطنون في هذا البرج. المقاومة استبقت عملية تدميره بتهديد الاحتلال بإطلاق رشقة من الصواريخ باتجاه تل أبيب، وقالت إذا ما تم تدميره فإن على الاحتلال أن يتوقع ردا. بعدما قام الاحتلال بتدميره أصدرت كتاب القسام بيانا قالت بأنه على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجل واحدة وأن ينتظروا رد المقاومة المزلزل. هذا هو أسلوب الحرب النفسية الذي الآن على ما يبدو صافرات الإنذار تدوي في صافرات الإنذار. نحاول أن نعرف المنطقة أو المناطق التي يتم استهدافها في هذه اللحظات، هل هي في من الغلاف أم أنها تتجاوز. نعم، المناطق هي في غلاف قطاع غزة، المناطق الجنوبية من قطاع غزة، منطقة سوفا وغيرها من المناطق التي يتم إطلاق على ما يبدو قذائف صاروخية باتجاهها. أود هنا كمال أيضا أن أتطرق إلى بعض البيانات التي وصلتنا في هذه الأثناء حول تبني لعدد من الفصائل الفلسطينية. ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين أطلقت قبل قليل قذائفها باتجاه نيريم والعين الثالثة وأشكول بقذائف أو من 107، وكذلك فعلت أيضا كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين حيث أطلقت العديد من القذائف والصواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف. أيضا من المتوقع أن يتم بث كلمة للمتحدث باسم كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول تطورات أو آخر تطورات الوضع أو تطورات المواجهة الحالية في هذه اللحظات. أيضا الجبهة الشعبية أصدرت بيانا نعت فيه عدد من الرفاق الذين استشهدوا في الضفة الغربية خلال الأمس، وطبعا أكدت بأن دماءهم لن تذهب هدرا. في هذه الأحوال في هذه الأوضاع أيضا تستمر حالات التوتر، يستمر الغارات الإسرائيلية في مناطق متفرقة. نسمع قبل قليل أصوات انفجارات هي ناجمة عن قيام المدفعية أو قيام الزوارق الحربية الإسرائيلية باستهداف الشواطئ في قطاع غزة. طيب، في هناك استهدافات في هذه الأثناء أيضا في غزة لأكثر من مكان. أحمد نعود إليك بعد قليل ربما لمعرفة أين تتركز الغارات في هذه الأثناء، لكن تحدثت أحمد عن كلمة الناطق العسكري باسم الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كتائب أبو علي مصطفى. سنتابع كلمة المتحدث باسم الكتائب. جماهير شعبنا الصامدين في غزة، أيها المنتفضون في الضفة والداخل، يا مشاعل الفجر في قدس أقداسنا، أبناء شعبنا في الشتات، جماهير أمتنا في دول الطوق وحول العالم، تحية لكم وأنتم تواجهون الهجمة الصهيونية بصمود وإباء، فخرا بكم وأنتم تجودون بالدم على طريق التحرير والعودة، نثمن هبتكم وأنتم تزحفون إلى الحدود الوهمية فتؤكدون وحدانية المعركة وحتمية زوال العدو عن أرضنا. أيها الأحرار في كل مكان، صادفت يوم أمس الذكرى السنوية الثالثة لقرار إدارة الشر الأمريكية نقل سفارتها للقدس المحتلة في إمعان واضح وتحد سافر لإرادة شعبنا وأمتنا. وفي جعبة ذكرياتنا المرة أيضا ذكرى جريمة العصر وفاجعته، ذكرى نكبة شعبنا وتهجيره بمؤامرة كونية حاكتها ونفذتها الإمبريالية العالمية والحركة الصهيونية. وفي خضم هذه الذكريات المرة والجراح الغائرة في عقولنا،
يقف شعبنا منتفضا في القدس والضفة في الداخل ويشمخ في القطاع يواجه بإرادة الصمود والقتال هجمة الإرهاب الصهيونية وآلة قتلها، وتقف خلفه الجماهير الشعبية العربية ثائرة تزحف صوب فلسطين لتؤكد للعالم أن شعبنا حي لا يهزم، وأن أمتنا واللادة لا يكسر ظهرها ولا يجف بحرها. جماهير شعبنا وأمتنا في اليوم السادس لمعركة سيف القدس التي تخوضها المقاومة الباسلة، فإن أبنائكم وجنود حريتكم في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مع كافة فصائل المقاومة لا يزالون خلف منصات الصواريخ وفي مرافض المدفعية يوجهون الضربات للعدو الصهيوني في ملحمة بطولية ستستمر حتى يركع العدو المجرم صاغرا أمام الإرادة الفلسطينية ويوقف عدوانه على القدس والضفة والداخل والقطاع الأبي. وليعلم العدو المجرم أن إيغاله في دم المدنيين وقصفه لمنازل المواطنين والمنشآت الخدمية ليخرج في صورة نصر وهمي جاعلا من النساء والأطفال الرضع بنك أهداف له، لن يلوي ذراعنا ولن يوقف قتالنا، بل سيزيد نارنا نارا ويضيف لثاراتنا ثارا. أيها الصهاينة على امتداد أرضنا المحتلة، أيها الصهاينة على امتداد أرضنا المحتلة، قيادتكم تخدعكم فلا تصدقوها، تدفعكم للموت بينما تختبئوا في الملاجئ. لذا اسمعوها منا، اسمعوها من كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، غادروا أرضنا أحياء لئلا تدفنوا فيها أمواتا، فنحن قوم لا ملجأ لنا إلا بنادقنا، وبها سنطلب حياتنا بموتكم. فالفرار الفرار، الفرار الفرار، وليس لكم دونه خيار. المجد للمقاومة الباسلة، التحية لجماهيرنا في غزة الصمود وضفة الانتفاضة، في قدس الإباء وداخل التحدي، الفخر بجماهير أمتنا الزاحفة نحو فلسطين. كل التحية لأرواح الشهداء التي تلاحمت في غزة والقدس والضفة والمدن المحتلة وعلى حدود الوطن. الشفاء للجرحى، النصر لشعبنا، الموت أو الرحيل خيارات الصهاينة، الموت أو الرحيل خياراتكم. إذن كلمة الناطق، إذن مشاهدينا كلمة الناطق الرسمي باسم كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وهذه رام الله مشاهدينا ما تزال الاشتباكات فيها عند حاجز بيت إيل، وكذلك في غزة الغارات الآن المتتالية في أكثر من منطقة، في أنباء عن غارة في حي الشجاعية، في بيت حانون، في بيت لاهية، واستهدافات أخرى. هذا قطاع غزة وهذه مدينة غزة في هذه الأثناء. أشكر الآنسة أنوار شرارة كانت معنا مباشرة من الناصرة، أستاذ غسان حلايقة أيضا من القدس المحتلة، وعباس صباغ كمراسلنا في جنوب لبنان. مشاهدينا التغطية مستمرة، لكن الآن إلى اللقاء.